السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلامة للجميع. طبعا يا اخوان، بعد غياب طويل، بعد 15 يوم الحمد لله تعرضت للدغة من اخطر افعى الكوبرا سميا بالعالم. طبعا القصة حصلت قبل 15 يوم تقريبا، قبل العيد كم من يوم. كنت لابس انا كفات طبعا وماخذ احتياطاتي، لكن للأسف هاي المرة تمكنت الكوبرا من غرز أنيابها بالكفات، اخترقت الكفات. والحمد لله طبعا تمكنت من شفط كمية كبيرة من السم، استعملت 4 شفاطات. طبعا هذا الحكي صار على المحل يعني فورا أول ما انكرست. طبعا ما كنت أتوقع بتاتا إنه أنياب الكوبرا يتمكنوا من اختراق الكفة، رغم إنه الكفات مجربات، ورغم انه في كمان عندي كفات مخصصات للدغ الافاعي، لكن راح نختبرهم قبل، لانه احنا كنا ملكنين على الكفات انه 100%، لكن هذا اللي حصل. فالحمد لله يعني انا خلفت كل القوانين اللي بتتعلق في اجراءات السلامه لما تلدغ القفعة. اول شغله قمت بحشر السم، ما فيش مجال، لانه انا يعني هذا الحكي لازم يصير على المحل. اول شغله حشرت السم، ثاني شغله بلشت اشفط في السم اللي هي شفطات بتشتغل بالضبط زي الحجام. اليوم يا اخوان الورم خف شوي، لكن الوجع مشى في المنطقة هاي. بس النياب كان هنا مشى هيك هنا 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 هنا، وصل معي اخر شيء، بس الحمد لله انه ايش ما تقبل. يعني هاي الثقوب اللي عملناها وشفطنا في السم، يعني انت بتحكي على اخطر كوبرا في العالم. الحمد لله قمت بفتح ثقوب بعد فترة من شفط السم بالدقائق، فتح ثقوب حوالين اللدغة، برضو قمت بشفط كمية كبيرة من الدم والسم. يعني استغرقت معنا العملية ساعة. أول ما لدغتني حسيت في مية نار دخلت في إيدي، اثنين حسيت في كهرباء بتمشي، ثلاث خطوط في إيدي. طبعا سم الأفعى عصبي، هاي المشكلة إنه سم عصبي، فلما لدغتني كان هان المخ يا اما بسكر يا اما تصرف. فكانت اللدغه بمكان حساس بين الاصابعين، فيصعب حتى البتر يصعب. فالحمد لله انه استعملت عقلي، استعملت اللي انا يعني كان اجى في بالي على السريع. طبعا هاي الشغله بتصير بثواني بلحظات. استعملت الاشي اللي انا ضرب في مخي شو لازم اعمل، يعني اشي خطير خطير جدا جدا يا اخوان. فبلشت اول شغله زي ما قلت لكم حشرت السم، وبلشت بطريق الشفط. فيش مجال، لا في مضاد ولا في اشي ولا في اي اشي، ولا حتى بنقدر نروح على مستشفى ولا نروح على اي حدا، لانه على الفاضي. فالشغله الثانيه اللي فتح الثقوب حوالين ثقب السم بعد ما شفطنا كميه كبيره من السم،
استعملنا 4 شفاطات مع بعض. الحمد لله كان عندي 6 شفاطات 2 خربانات و4 5 شغالات و2 خربانات 7. فاستعملناهم كلهم بعد طبعا من ساعتين ما فكيت الرابط حسيت في كهرباء وثلج بمشي في جسمي لانه سمع عصب. حسيت اشي هيك بينزل وبيمشي على جراي ومتلج. طبعا لما بلشت الكهرباء تنزل في جسمي يعني تقدر تقولوا انا ما خفتش، لكن في نفس الوقت خفت وما خفتش. يعني كيف بدي افسر لكم اياها؟ صار يضرب في مخي شغلات كثيره، يعني الايدين بالمي مثل الايدين بالنار. فانا قلت يمكن خلاص، لكن في نفس الوقت انا ما خفتش لاني كنت مقتنع اني شفطت كميه كبيره من السم. الحمد لله تمكنت اعالج حالي بطريقتي الخاصه. فالكهرباء هاي اللي كنت اشعر فيها والثلج اللي ينزل في جسمي يعني كان ها يونونه شوي، لكن كان خفيف لانه ما كنت كنت انا مستعمل الشفاطات وساحب كميه كبيره من السم. طبعا انا ما حبيت انزل على الموضوع يا اخوان. شايفين هاي الحساب تحضير، شايفين تم تقييد حسابك اذا حدث انتهاكات مره اخرى. اي شغله كانوا يمسحوها. وعندي كمان جروب يا اخوان اللي هو دفاعي وادي الاردن، اجاني منه لاني انا مسؤول عنه كمان، اجاني انذارات اشي كاتب بس افعى فلسطين على كلمه فلسطين يا اخوان اقسم بالله يعملوا حظر للي بعلق. اجاني كمان انذارات واحد كاتب افعى فلسطين من مرتين شابين يتم مسحهم. هاي صفحات عشاق الافاعي وادي الاردن. انتهاكات الاعضاء، شوف هاي 1 2 3 4 5 6 واصف بسبب انتهاك معايير اللي هو هاي. شو كاتبين؟ افعى فلسطين انتهاك معايير المجتمع. طيب هاي هان تم ازالة عنصر. اسود خبيث فرخ والله اعلم تم هناك انتهاك اعطونا. تخيلوا يا اخوان. طبعا انا يا اخوان كان وضعي صعب جدا في فترة من الفترات بصراحة، لا في مستشفى ولا في شيء. واول شيء كان عندي صار ضربات قلب، كانت توصل ضربات القلب عندي 120. كنت اخذ حبتين كونكورد عشان ضغط ضربات القلب لانه كانت ضربات القلب عاليه وتضايق. لكن رغم ذلك انا ما كنت خايف لانه كميه السم اللي كانت متبقيه في جسمي يعني مش كبيره، لكن بنفس الوقت مش انه مش خطره. سحبت انا من السم، لكن هاي الافعى اخطر كوبرا بالعالم.